يقوم المخرج أكرم فريد حالياً بعمل المونتاج الخاص بفيلم النجم حمادة هلال أمن دولة، وذلك بعد أن أنهى آخر مشاهد الفيلم والتي صورها في مدينة دريم بارك، وذلك ليكون الفيلم جاهزاً للعرض في عيد الأضحى المبارك. أمن دولة يشارك في بطولته شيري عادل وسامي مغاوري وأحمد حلاوة وعدد كبير من الوجوه الجديدة، ومن إنتاج شركة نيو سنتري ودولار فيلم. وقصة الفيلم مقتبسة من أحد الأعمال الأجنبية وتم تمصيرها لتلائم الواقع المصري، ويغني فيه هلال 4 أغنيات منها 2 مع الأطفال، وهو من إخراج أكرم فريد وتأليف نادر صلاح الدين.